عليكم. انا ام وفي نفس الوقت كان نائبه الرئيس لجمعيه الاباء واولياء التلاميذ بمدينه تطوان محمد صبا. انا كنمثل الامهات اللي مضرورين على حسب هذا النظام الاساسي اللي طرحوه سي بن موسى. عطيو الحق للمعلم، عطيوه كاع المطالب ديالو باش يرجعوا وليداتنا يقراو. راه هذا الشيء هذا دارنا بزاف خاطرنا ودار وليداتنا. فين بغيتونا نوصلوا بهاد الاضرابات وبهاد الشيء هذا؟ راه العيال ما قراو والو. اللي عنده الفلوس وعنده الامكانيات راه وليداتو كيقراو في بريفي، واللي حالته ضعيفه ودرويش راه ولادو هانتوما كتشوفوا فينا هما في الشوارع. بالنسبه لولادها هما كيدوروا والبنات راه الخبر في راسكم. يعني فين باغين توصلوا بهاد الشهاده ديالكم؟ هاد الشهاده راه خصكم تشوفوا شي حل، وخصكم تجلسوا مع الاساتذه وتصلحوا لهم المطالب ديالهم وتعطوهم كاع داكشي اللي كيطلبوا. طبيعه الحال لان اللي مضرور بزاف هنا هو التلميذ، خصوصا الناس ديال الباك، الناس الكاتريام، الناس السادس اللي عندهم امتحانات جهويه، لان الدروس كتفوتهم. مازال الاستاذ اللي عطاهم اقتطاعات ولا هذا من بعد المنضه ديالو السالير ديالو كيدوز. يعني اللي مضرور في هاد الشيء كامل هو التلميذ، كيبقى ما عنده حتى شي. شكون اللي غادي يعوضوا في داك الدروس اللي فاتوا؟ فلهذا كنطلبوا من الحكومه وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى ومن الملك انه يتدخل يشوف شي حل. انا بغيت حتى العين، حتى العين غنبقاو في هذه الحاله. التلميذ في الزناقي، حتى العين هذه المهزله هذه حتى العين غتوصل. حنا شهر دابا والتلميذ ما كيقراش، حتى العين. انا المسؤول خصنا مع اي واحد يفهمنا هادشي، حتى العين ما بقيناش كنفهموا. السلام عليكم. حنا عينا من هاد الشيء، عينا ندي ولادنا ونجيبوهم. حنا خدامين، عندنا الشغل ديالنا، زادوا لنا في المواد الغذائيه، في الخضر، في كل شيء. ما هضرناش بحق حتى الفريده الكبده ديالنا صراحه بزاف. نصبروا على اي حاجه الا على ولادنا. زعما الصراحه حنا ما قادرينش نقريو، حتى كنا قادرين نقريو ولادنا في البريفي ما غندخلوهمش الدوله. انا عندي واحده، انا نقولوا ماشي مشكل، واخرى عندها واحده ولا عنده اربعه وخمسه د الاطفال. راه الله يكون في العون، هذا مقتول غير مع الزمان. الله يحسن العون. دابا حنايا ما حيتنا نديوهم نجيبوهم، مشي في 8 جيبها في 11، هذا الشيء بزاف الصراحه. الله يرزق الصبا اللي عنده اربعه اللي عنده خمسه، زعما هذا الشيء بزاف. دابا انا بنتي دخلتها في التسعود وخرجت لي في 11، يعني انا تالين غنبقى ماشيه ندخلها في الواحده ونخرجها في ثلاثه. هادشي بزاف، هادشي بزاف. واش حنا غنقيشوا في الديور ديالنا؟ واش غنخدموا؟ واش غنقابلوا ولادنا؟ صراحه هادشي عيب وهادشي كيأسف. يعني هادو الكبده ديالنا باقي معيشه، حنا كنتقاتلوا معاها، نبوضوا كنتقاتلوا معاها، ماشي مشكل. بالحق حتى الفريده الكبد ديالنا ما يقراوش، راه عيب وعار. لا حول ولا قوه الا بالله. هذا هو الكلام ديالنا، لا حول ولا قوه الا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.